الله إلا برضاء الوالدين مساء الخير مساء النور تحية رياضية لأحلى مشاهدين الليلة السبت سبعة 27 جان في 2024 موعد جديد مع برنامج كان تونسنا 2024 سعيد جدا باستضافة ضيوفي الأعزاء نبدأ على يميني سيمون جيب مرحبا بك أي خويا صاحبي ومرحبا بالمتفرجين قناه تونسنا وملعب النجوم وان شاء الله تتعدى حصه طيبه إن, ان شاء الله ان شاء الله مرحبا مروان تاج مرحبا بيك مرحبا بيك صاحبي مرسي على الدعوه مرحبا بالخيان معنا ومرحبا بالمشاهدين تونس الحارس الدولي السابق سلاح الفاسي نورتني بحضورك مرحبا بيك يعني عايشك مرحبا بيك صاحبي ومرحبا بالحضور ان شاء الله تتعدى حصه ممتازه ان شاء الله سي صالح مرحبا مرحبا صاحبي مرحبا بالحضور ومرحبا بالمشاهدين الكرام العربي الدبابي المنسق السابق بالجامعه التونسيه لكره قدم سعيد جدا بوجودك معايا في العربي الدبابي مرحبا بك مرحبا بيك صاحبي ومرحبا بقناه تونسنا ومرحبا بالحضور الكل قبل ما بصديقي وعشيري العربي سنقري نحب نقول هذه الاغنيه اللي سمعتوها مباشره بعد الجينيريك هذه هديه لاصحاب النفوس المريضه هديه للمعقدين هديه للاقزام هدية للناس اللي بالحق يقلقهم ويزعجهم بلاتو قناة تونسنا الناس هذوما اللي متضايقين منا كما تقول الأغنية الناس هذوما بالحق أكثر من متضايقين لأنه نجاح هذا البرنامج والنضال المتواصل من أجل إسقاط منظومة الفساد في كرة القدم التونسية قلقت برشا ناس وتخلي الناس تحلم في أحلام لكن الناس الصحاح ونظاف مانيش نحكي على الفار من العدالة مانيش نحكي عن الناس اللي باعوا اقرب الناس ليهم من اجل سخر وسخدر الدنيا لا نحكي عن الناس نظاف اللي يعرفوا من هو الصحبي بكار ومن هو بلاتو قناه تونس ويا جبل ما يهزك ريح عربي سنقري مرحبا بيك مرحبا بيك صديقي الصحبي بكار ومرحبا بكل المشاهدين باش تسمح لي دقيقتين سي صاحبي هن توا ساعه ولا ساعتين هبطوا فيديو سي صاحبي مكتعرف الناس مش متضايقين مشويين ومتخلقين وانت تعرف قديش داروا بينا الجمعتين ذايم وقديش بعثولنا مش ما ندخلش في حاجات اخرى على ما يبدو السحبي فما ناس هبطت لنا فيديو والكلام تقص فيه وتركب في تركيب تقريبا يعني نتاع ناس محترفه لان الناس هذيا اللي طبش مش ما بعرفش في الاخر العباد تسمعني لاني كان تخدم حتى مع السياسيين وتخدم مع برشا ناس تريد شر لهذه البلاد هذيا يعني انا وصاحبي مش نتعاركوا كل يوم نتعاركوا انا وصاحبي يعني حتة على فيتين تعاركوا نتعاركوا نتعاركوا كل يوم ذاك خويا ربما فما سي 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 عربي فما ناس الفيديو ها انا نسب في الصحبي وننقد في الصحبي وحكيت على الصحبي كيفاش يعني وديع الجري في تونس ما تعرف وديع الجري يا اخي الصحبي قبل ما توصلوا الامبيلونس تاع وديع الجري بعد ربع ساعه وصلت لومبيلونس اخرى وتعرفها سي العربي منين الامبيلونس الاخرى يعني كان ما جاش حتى هو ومش مزير هو وديع الجري ومش بفلوسه ولا بفلوس سيد الوالد بفلوس الجامعه داو على صاحبي بكار يا نعطيك انا تو نجيب لك زوز فاتورات بتاع مدرب منتخب من كارفور 16 مليون زوز تليفونات وناطق رسمي باسم الجامعة اس دو في ويجيب الشيك باسم باسم الجامعة باسم الجامعة وياخذ في حاجات هو هذين اللي هو هذا اللي شراهم ولذا يعني قال لي يداوى صاحبي مش بفلوسه بفلوس تونس ويداوى بالسيف عليكم الاولى حاجة ثانية يزدم فينا على صاحبي هاو 30 مليون وهاو على اساس اقسم بالله راهو يعرفني الصاحبي انا راجل ورحمه بابا في قبره وامي زوز قبل ما يتوفى بثلاثه جمعات عادل سيسي طلبني في التليفون يعمل لي يرحم والديهم برا قال بريت قبل ما يتوفى بثلاثه جمعات ما يعرفش روحه مسكين قال لي بريت يستكثر في خير الصاحبي ما نعرفهمش انا أو سميتهم يستكثر في خير جلال بن بريك يستكثر في خير منير الجاس نوردين بن نوردين بن بريك. يستكثر في خير واحد اخر من لاسبيرونس يستكثر في خير واحد من جرزيس عبيشو هو، يترقى عبيش، اي الوقت، تنسير ذكر الوقت، اقسموا بالله ذاكر الواتي، ذاكر الواتي اقسموا بالله اقسموا بالله ورحمه بابا يذكر فيهم وقال يارب يا رب الحمد قال لي هزني حتى باش نسميه سيمونير الجايز انا والله لا نعرف حتى شكون عاون قال لي دواني في اعز كلينيك في تونس اللي ما فماش جمله واللي داوي ما يداويش في تونس جاه سبيسيالمون وقال لي راني بريت والحمد لله قبل ما يدا قبل ما, يتعافى بثلاثة جمعات ولذا السيد هذا انا يعني مش نحكي على على هبط الفيديو ربي عينه ويخدم روح على روحه دافع على روحه عشان تخصه ولا تعنينا حتى مش نحكي عليه خاطر توا سي سي عربي فما ناس ربما تسب فينا في كل بلاصه بالعالي انا مش نحكي عليها لانه كي نحكي عليه انا يطلع هو رابح مش نطلع انا رابح لكن السيد هذايا سي السيد هذايا اللي مهبط لي, لي كلامي مقصوص السيد هذايا جاني في رمضان تسميه قلت لكم بعد جاني للدار ومشيت انا وياه باش قهوه واحد اخر معانا شربنا قهوه هو تحات حاط تليفون نحكي انا ونفدلك عطى صاحبي نفدلك على منا يعني نحكي عادي نشربوا في قهوه عادي وسيد يسجل ويركب السيد هذايا يعني ش... انت موك هبت انت قول هبت الكلام هو بيدي تقول لا يا لا يؤتمن انا نحكي على وديع جليل لا يؤتمن كمل الجمله اللي بعد ما تقصش ومن بعد تعمل انا نحكي على الصحبي ومن احكي على عت تفدليكا كيفاش قال منظومه ونحكي احكي كملها كامله علاش تقص فيها انت ولذا سي ساسي اه اولا نقسم بالله لما نشكي به ثاني من يزمو يتعلم حاجه راني انا يعني هو يهبط لي في كلامي انا شنو لاخذينا رشوه ولا يتعدينا ولا الورايق هذا نشتري 10 مرات 10 من الناس نشتري كيفهم انا غايته باش يضربني انا والصحبي هو ربما الحقد الكبير اللي كنه للصحبي باش يضربني انا والصحبي يعني ونعركها وما عادش ما عادش نخدموا في بلاطو هذيك الغايه نتاعهم عاملين كل شيء هم راهم تو حبوا يدخلوا بالفلوس ما لقاوش حبوا يدخلوا في حاجه بحاجه في اخرى باش يعرقوني شنو الغايه منه انا نسب في الصحبي يعني كل يوم مع صاحبي المشكلة هي أولا الساعة باش نشكي به أولا وين الكاميرا أولا يا سيد الرئيس ويا سيد وكيل الجمهورية ويا سيد وزير الداخلية السيد هذايا راه ماهوش أول مرة يفبرك فيديو يفبرك حتى كان للسياسيين ولا أحزاب انتوما الطمحات من على وجه الأرض أو في البلاد السيدة هذايا يتخابر مع وجيه الجري في فرنسا السيدة هذا يتخابر حتى مع يوسف الشاهد في فرنسا السيد ذايا فريقه مش نسميه بعد يصبر ما عمل له دخلا السيد ذايا فريقه اللي توا في وسطه اقسم بالله كان نحكي شنو هو يحكي على فريقه وشنو هو يحكي على رئيس فريقه المسؤولين تاع جمعيات اخرين والله حتى مش قدام البارك نتاعو قدام القهوه اللي مقابلها قنطره وبارك الى عاد يخلوه يقعد فيها السيد هذايا اقسم بالله انا نحكي انا عادي شنو بيناتنا انا وصاحبي ولا انا هو ما عندي حتى علاقه. السيد هذايا اسمه جمال برناس. السيد هذايا يكن حقد للصاحبي بكار. اي هبط لي في كلامي تحب تعرفني انا والصاحبي السيد هذايا كان نحكي لكم شنو هو يحكي عن النادي الافريقي. ويحكي على رئيس النادي الافريقي. يعني أمانة ما ندخلش في الامور امورهم. اما انا قعد معايا وحكي اقسم بالله اللي عاد يقف قدام البارك. اقسم بالله نهار الاثنين لما نقدم بيه قضيه ونوريكم في السيد هذا شنو يحب يعمل عندك مشكله مع صاحبي تنجم تفوزها من غير ما توسخ الراجل وتوسخني انا وثانيا شنو اللي قلنا نحن خذينا نتاع الناس انا وديع الجريسي وديع الجري عاقبني ب 10 ملايين و4 ملايين و3 ملايين 17 مليون رجعت منهم 14 تو لين نموت الى ما نرجعهم 3 ملايين مازالوا ريتني انا وديع الجري ايش عمل لي 2013 حايل عليه ما خلاش السكرة تطلع من 2013 حرف يتو يعني السيد ذاية اول ما نعمل ما ليش باش نسيبه كان هو لانه السيد هذا يكن حقد كبير للصحبي يدخل في ناس وما فهمتش انا علاش بينما الصحبي راهو المعلومه اللي عندي يرد راجل ولذا نقول لهم انا حاجه بركه شي جمال برناس انتظرنا نهار اثنين باش نشكي بيك شكوى كبيره ونعرف شنو قاعد تعمل في البلاد وانتي قاعد تفسد في البلاد وقاعد تست... تأ... مع مخابرات مع مع وجيه الجري وتشوفوا وانت يربطوا الاحداث تو تعرفوا السيد هذا مع شكون يتعامل حتى مع جمعيته اللي هو يسب في جمعيته ولذا خاف ما حاجه انا ولا ما يقلقني شيء انا نجي لهوني راني والحمد لله حتى خلفت مع صاحبي راه خلفت وتعاركت مع صاحبي حتى على ال... في على الكاميرا الخفيه وكنت غلط فيه انا لانه ما هو وقت اللي خذاه جاب لي حقي حتى للدار انا ممكن تسرعت شويه ما خذيتش حقي جاب لي حقي حتى للدار المستشار عطاه جابولي فلوسي حتى للدار يعني ولذا راني نتعارك انا وصاحبي لكن خويا وحاجه ما تعنيكش انا وصاحبي انا حاجه ما تعنيكش ولذا السيد هذا جمال برناس هذا نختار على البلاد راهو مش اول مره يعملوا فبرك برشا واحد فبرك السياسيين فبرك الناس برشا ناس يخدم في الشر البرشا ناس ولذا انت مره جايه وهذا كله راهو مشهود قدام سي السويح هو اللي قاعد بحذانا نحن قاعدين نعملوا قهوة ونضحك ونفدق يعني لا يكلمني في تليفون ولا نحكي, لأن نحكي عادي يعني نحكي عاديا يعني الكلام يقص ويركب يقص ويركب وذي عمايل اعمل اللي تحب لانه نحن كان حيني انا ويعرف صاحبي او يعرف انا يعني جابوا لي برشا فلوس مش نسكت انا قالوا لي اللي تاخذوا فيه من عند الصاحبي خذوا ثلاثه مرات في الشهر المدة ثمانية شهور تاع عام كامل وخرج من بحث الصحبي ويعرف هو يعرف يعرفوا يعرف ولذا انا راني كي نجي هوني نخدم كيف لانه الناس هذي راني انا مشكله في انا في حاجه أنا أريد كان ظلمتني نكبش فيك لين ولذا والله لا نسيبوها المنظومه الفاسده هذي لين تتنحى بما فيها من الناس هذي وانا ننصح اول مره لاني وانا كي تحكي على الكلوب انا عندي انا نحب ترجي وبولدي تحب ترجي وبنتي تحب الكلوب يا نادي الافريقي اقسم بالله اكبر جرثومه داخلينها في وسطكم ولا في بالكم والسلام عليكم خليني نحب نقول كلمة واحدة أنا مانيش مانيش متقلق بالله الشيخ وألاز لأنه نعرف اللي دين نظاف مرضين والدينا ولي كاسو سوسيو اللي عملناهم في هذا البرنامج وأنت شاهد معايا على التاريخ سي صالح قبل العرب وسيمون جي شاهد على التاريخ قبل العرب السنغرية لأنكم أنتم بديتوا معايا قبل العربي اما نحب نقول لبعض الاقزام لانه ما يشرفنيش باش نسميهم عربي سنقريه صديقي وخويا وعشيري وعربي سنقريه ما هوش باش يسمع مني اختلفنا وهو الغلطة وسعرف بها وعمري نحترمه الغدوه وبعد غدوه ويا جبل ما يهزك ريح حاجه اخرى نحب نقولها مانيش باش نبرر سي العربي وانت تعرف برشا حاجات انت خويا الكبير وتعرف سي العربي الدبابي سي نور شهاده للتاريخ الشخص اللي فار من العداله المجرمه في حق البلاد هذوما اللي خانوا البلاد وباعوها بالطول وبالعرض. الناس هذوما يقول لك صاحبي بكار غار على 30 مليون نتاع سي نور الدين ببريك ومع 30 مليون سي منير الجيز اقسم بالله وهذا ما نتغسل به. سي منير الجايز الى يومنا هذا لا تقبل تنويه فص فص. عادل ساسي يرحمه ولا يرحمه في وينعمه في قبره طلبني قال لي راهو فلان قلت له خلينا نشكره نعطيه حقه. قال لي نشاروا نشاروا كي وافق عديتوا تسويته وشكرنا منير الجايز ومره اخرى ان شاء الله ربي يبارك لك في صغارك. وربي يفضل لك الوالده سي منير نفس الشيء سي نور الدين بريك جاني تقابلنا قبل رمضان بنهار قال لي صاحبي الشيء كذا العدل الساسي قلت له يا لحظه طلبنا عدل ساسي وينعت فينا للدار مشينا له وين يسكن نلقاه برا يستنى فينا يا مروان مد سي مر... ربي يبارك لك في صحتك يا سي بن بريك الرئيس السابق للمنعب التونسي يمد له شيك ب 30 مليون وقال له كل شهر عندك مليون وكل مناسبه يجيك عيدك ناس برا سي ذاكر الواتي ربي يشد له في صحته مانيش باش نعاود مشى او ذاكر صديقي خويا تقوي بالله مشاء، خلص له كراء عام دار واعطاه عاونه ماديا وعاونه بقضية رمضان وما يمكن يتقلقوا كي نحكي الحكاية شخص من الاسبرانس هذاك ما نقولش طلب قال لي صاحبي نحب نعمل ونعمل ونعمل قلت له فلان بارك الله فيك هاو نمروه يجهزوا له داره دو اجوز كازاد ان شاء الله ربي يبارك لك ايها الرجل الناجح والفاعل في الترجي يا التونسي لاني يعني وعدتك وعدتك ما نسميكش طارق كيف 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 وعادل ساسي وفميت عادل خويا ولد بلادي الله يرحمه سامي شكري رمزي خواتي هذوك كي نمشي لسليانه يعملوا لي بالحق يعملوا لي تابي يعرف يعني خبار احنا خوات وجيران وعشره راني ما عملتش مزية ذاك خويا عادل ساسي بالتالي الاقزام اللي ركبوا في الفيديوهات ويعملوا ما يقلقوناش والقضاء هو الفيصل بيننا وما نحبش نحكي برشا لانه نعرف ان نجاح البرنامج هذا نعم ناجح البرنامج هذا يقلق يزعج كان حبينا رانا عملنا 10 ديار كان حبينا رانا عملنا 10 كراب صاحبي بكار شرى له توفيق المكشر ربي خلص واحد سي توفيق كهرباء شرى له عمل له شهريه ب 25 مليون عمل له كهربتي حتى اللي عندي على زينج ماخذها والحمد لله يا ربي كان حبيت المديد على اليمين وعلى اليسار راني اثر واحد في تونس بالبرنامج هذا اما لا صاحبي بكار ولد الشعب يقعد في البلايص الشعبيه كي يخرج راني نخر السيد ندور في تونس وناس تقدرني وتحترمني وتصور معايا ويموتوا عليا ما نحكيش على الاقزام اللي مسيت لهم مصالحهم الخاصه ومسيت لهم مسيادهم نعرفوا هذه المنظومه تتمنى الموت نعم نقولها لكن نقول حاجه اخرى اقسم بالله سنناضل من اجل الاتاحه بهذه المنظومه فما برشا شرفاء نحترمهم كاشخاص نحترم عائلاتهم اما الدجاج. مع لا مكان في الكره نعرف السيد وديع الجريب ماذا يفعل البرة وجيه الجريب بليتو ماذا يفعل البرّة ويحرك في الاقزام اللي عنده شيكات واللي مرهون هو والحرم نتاعو وغيره الناس هذو مساكن والله يسخفوني محرومين من نسمة 25 جويليا محرومين من نسمة تونس محرومين من حرية تونس احنا نعيشوا في بلادنا ويحيى القضاء التونسي العادل وربي طول عمر رئيس الجمهورية الأستاذ قايس سعيد ونعيشوا في بلادنا في امن وامان، ربي يفضل المؤسسه الامنيه، المؤسسه العسكريه، المؤسسه القضائيه، نحكي من قلبي، نعم كنت نتعدى في الشارع يقدروني ويحترموني يقول لك فلان راجل لا عيني زرق لا شعري اصفر، بالتالي خلي يقولوا واش يهم والقضاء هو بيننا. سي العربي عندكش كلمه في هذا السياق. والله انا يحز في نفسي ما ما ب... انا نعرف اللي كنت اصدقاء قراب ياسر لبعضكم. علاش توصل الحاله لل... للي توا نشاهدوا فيها الله يهدي هو هذاك شنو نجم نقول تفضل سي خويا صاحبي والله العظيم استغربت انا لان عشت الاشياء ونعرف جمال برناس اللي انت ونعرف شنو اللي عملته انت معاه اليبوك وفي نفس الوقت راهو الناس اليوم نظيف يمسخوه ومسخين ينظفوه والله يا اول مره باش نحكيها في زواج ولد حمدي المدب في جامعه كرتاج أنا سمعت بالحكاية وقتها بيناتكم معناها ثم خلافات تقابلت مع عربي غديكا قال لي صاحبي بكار راهو قلبه كبير وقلبه راهو حنين ودرى شو قلت له برافو عليك ويعطيك الصحة صحيح ولا لا؟ قال لي راهو صحيبي وخويا وكل شيء اليوم اليوم الشيء اللي قاعد صاير اليوم عندنا وليدات ما شاء الله أنا والله مش على خاطر مروان هنا تاج موجود تاج على روسنا خاطر كولي فريمون تقول كل كلام تشبه برشا للحصة لأن الناس هذوما اللي ما عندهمش معناها فريمون عندهم كل الانتيري باش يمسخوا الأشخاص ما نعرفش علاش وهذا اللي خلى اللي الجواب تاع خويا عربي وقتها في جامع كرتاج هذاك اللي خلاني نقول أنا اليوم الناس هذوما كما تقول أنت ديما ما, ما تعطيهمش قيمة ونقول اللي راهو الشخص اللي يقول الكلام اون فاس اونتر كاتر هذاك هو اللي تمنو هذاك هو اللي تفرح به وهذاك هو اللي منور بلاد اسمها تونس. تفضل سي صالح. والله صعب انا الحقيقه نتقلق ومتقلق كي سمعت الكلام هذايا ولو انا سمعت برشا كلام قبل وما نعطيش اهميه. علاش ما نعطيش اهميه؟ على خاطر وعلاش متقلق؟ متقلق خاطر نعرف طبيعه العلاقه نتاعك مع جمال قبل. انت قبل كنت ديما تاخذ الارشيف وتسميه ملك الارشيف وقديش من مره اجبت قداش من حصه انت تنطق تقول ملك الارشيف و... ونعرفك ومن لي انا و... وان شاء الله يكون يتفرج فينا ويسمع فينا والساحبي عنده عطف خاص على جمال برناس قدام ربي هذه راه نقول وش الشهاده لله في ال... معناتها فما حاجه صارت شنية الحاجه ما نعرفش خاطر م... كان جو من اصل ما همش ما متفاهمين ولا العربي دخل خلطت خلوت خلط معناتها قبل العربي وقبل فما علاقه باهيه علاقه طيبه شنو هو اللي خلى العلاقه دي تتوتر للدرجه هذه خاطر راهو نقول لك حاجه صاحبي في برنامج رو متعرض باش تصير لك ما فما ناس ما تحبكش فما ناس تحبك فما ناس ما, 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 ما تفهمش انت وياها هذايا تقبله لانك انت في موقع ولا في مكان متعرض لكل شيء ويزمك تقبل كل شيء ويزمك تكون سبورتيف مالوروزمون ثم ناس يعرفوا يتعاملوا مع الوضعيات ويحترموا ويقدروا انا تو تو معناتها ما عنديش برشا منجي مشينا للفرح جمال برناس انا واحد من الناس كنت موجود والناس كل فرحانه وشيخين ما فهمتش تو دان كو صار هالشونجمون انا تو ما نعرفش شنو السبب التغيير تو ما نحبش نسامحك باش مش, مش تحكي على طارق ذياب ولا خالد بن يحيى ولا ميسي باش تعمل لقاء وقول اسماء نقول لك انا نتحمل مسؤوليتي انا تعرف علاش انا ولد عائله برشا سامحني حتى نحكي أره. انا الناس اللي يعطى اللي حلوا لي باب التلفزه لنموت نموت نبقى ما لهم عبد نجيد الكومبانتيني نبقى ما ليه عبد الرزاق الشابي وقتنا بديت في الدومين في الصحافه المكتوبه خدمت جمعة صحافي وبعد جمعة عطاني رئيس تحرير عادل بولال اللي يخدموه رئيس تحرير في اخبار جمهوري كي جيت انا سلم لي الجريده عادل ولا يقرا الجريده كما يقرأها الناس الكل فما ناس نبقى ما لهم انا حليت الباب العربي السنقري نعم اما عربي السنقري حليت له الباب لحاجة لسبب بسيط لانه راجل قدامي لانه راجل وعربي على بيه راهي مش تلفزه واليوم ولا راديو وانا غلطت معاه وقلت له سامحني وعربي وانا وتقوي بالله فما شكون شكون غلطني معاه والله يا مروان لا قلت لك كلمه تعيذ بالله للموت ما يسمعهاش مني ولا جن ما حاش مني لانه يجي نقول لك يا عربي تبقى خويا رغم الدائي والاعداء ليه ما في الخدمة يعني انا تعرف في الخدمة راني يا ندوان يا يعني شو هو شو مثلا سي صاحبي اجي اجي قول هو ربما الغايه نتاعهم معناتها مشينا نتعارك انا والصاحبي ما عادش تلقاني في البلاصه هذه وهذه اهم حاجه عندهم هي خويا صاحبي ماك تعمل ثمانيه وربع عملنا لنا وحيد اخر 11 وربع بلاتو اخر مرتين في النهار كي مد مده الجمعه فماش ما يرتاحوش شويه لا, لا بس يا يا ظاهرة كما قالك أنت وصاحبي ناجحين وتحكيوا على الفساد وكل كل شيء كل يوم نتعارك. حتى اللي عملها اللي عملها مش نتاع نحنا كل يوم نتهنى يوم من غير ما تزيدوا تهبطوا كل يوم نتعارك ونتعاركوا بالبوني حتى على الانفيتي نتعاركوا ونعرف صاحبي عندي 30 سنة مش اليوم رأي. وكلموني ألف واحد وما نخدم مع... ما نمشيش حتى لي واحد نمشي نخدم حتى بلاش مع صاحبي وما نخدمش ما مع... هي مع عربي ما تنرفزش روحك ليه مش موجودين مش منرفز ليه ما يعليش... موجودين بنهم برشا يعني فهمتنيش تنتي جاي تتلبط جاي بحذية تشربني قهوه وجاني للدار وحاط سجل في السجل سرقت انا اخطفت اخذيت على الناس اخذيت رشو يا اخي يا سي سلسل الصاحبي قل له جابولي فلوس ####خلي يا عربي يا عربي منعمدهومش قيمة برشا خير... صاحبي قبيله توا نسمع في عربي قالك جابولي فلوس باش يبعدوني عليك لعل السيد هذا اللي حب يعملها حب ياخدهم هو الفلوس باش يفتن... معناتها ما خافش من ربي معناتها ربي يهدي وكا هو عندي مقول مروان مروان انت نعم. ربما شفت هذا باش يقول لك امور شخصيه وحكيتوا في بلاتو بلاتو نتاعي ونحكي فيه نحب انا ونقول فيه نحب انا نتعاملوا على الله البلاتو هذا راهو ناجح رغم الدائي والاعداء والبلاتو هذا راهو متعلق بالرجال والنساء وبالاداره وبالناس الكل وبالتالي يقولوا بربي سبوا وهبطوا دي ستاتو وهبطوا فيديوهات وركبوا ومنجوا واحد وعملوا تحبوا ما الجروب هذه سوليدير وما يشبش تتمس ومزلنا النظام المتواصل من أجل إسقاط المنظومة وربي يحمي تونس وربي يحمي الرياضة التونسية حاجة نقطة وندخلوا في سميم المواضيع اليوم قمت الصباح في بالي باش الناس نلقاها تحكي على أزمة المنتخب على القرارات اللي خذوهم في الظلام الدامس البارح كيفاش نحاول خذوا قرار أعفاء الطاقم الفني المنتخب ومنح ثقة لمنتصر لوحيشي و انيس بوسعيد وانيس بوسعيد ان شاء الله ربي يوفقهم ونجحهم نلقى الفيسبوك ماكل بعض وانا خالد الحلاق صاحبي بكار استدعى خالد الحلاق البارح وكاني استدعيت ابو عياض وكاني استدعيت ارهاب يدمر البلاد خالد الحلاق مرحبا به معزز مكرم في بلاتو انا معده وانا مقدمه وانا نحكم فيه باهي هذا مرحبا به في كل وقت ومحب اي محب من نادي الافريقي من ليتوال من الاسبيرون من ستاد من بنزرت اي محب وكنت عامل روبريك اسمها أه ولد الفيراج خذينا فيها تذكر أحباه كامل الجمهوريه خارج الحلاق راك صديقي وراك خويا والناس اللي ينظروا جاب الحلاق مش, مش يصلح كره قدم التونسيه لا هوش باش يصلح ماناش طبا احنا ماناش احنا دور باش نصلح يصلحوها اللي ينتفعوا منها اللي ياخذوا في الفلوس اللي عملوا المليارات اللي تحايلوا على الانديه اللي ابتزوا كره القدم التونسيه واللي سرقوا عرق الانديه واللي ورطوا رؤساء الانديه وهزوا من الحبوسات واللي ورطوا رؤساء الانديه فيهم شكون يسالوا اليوم فار من العدل هذا كل ما يعنيناش نحب نقول حاجه بركه خالد الحلاق تبقى صديقي وخلي يقولوا ايش يهم اذا نقول لك النجاح نتاعنا يقلق انا كان نشرب توا شربه ما شربه ماء خذوا يعملوا منها بوليميك كيفاش يشرب شربه ماء في كاس في البلاتو هذا هو لحمتي حلوة عم نقول صاحبي بكار ومن معه في قناه تونسنا ناجحين حاجه اخرى صاحبي بكار ما هو شعره اصفر ما هوش عينيه ازرق صاحبي بكار سبع سنين اساسي في قناه تونسنا ومدلل وبقدره ويحترموني مر السيد الرئيس المدير العام ربي طول عمره حتى لختنا قمر العزيزه الغاليه الزملاء الكل يقدروني يحترموني خاطر يعرفون رجال ما كي غيرنا نخدمنا درجينا هنا وربع ساعه غادي وخمسه دقائق لا صامدين ونزيد نطمنكم البارحة هاي خلينا نعطيكم سكوب على المباشر البارح تم تجديد عقدي مع قناه تونسنا الى ما سنه 2025 اكيد الخبر هذا باش يقلق حساد النجاح لانه يتمنوا ما تشوفونا في البلاتو هذايا حاجه بركه ما تشوفونا هنا اللهم ربي يهز والموت على الجميع ايه ايه الشعب يطالب بالاستقاله والمنظومه تخطط للمستقبل ما الحكايه تقرير للزميله نهله الجبلي وننطلقوا على بركه الله غريب أمر هذه المنظومة التي ما زالت تغرد خارج السرب ويصر حكامها على تحدي رغبة الشعب التونسي والبقاء في سدة حكم الكرة التونسية رغم أنوف الجميع غريب أمر أعضاء الجامعة التونسية لكرة القدم الذين ما زالوا يناورون للحفاظ على كراسيهم متجاهلين رغبة الشعب في هبوب نسائم التغيير بعد فضيحة كان الكوديفور وإقصاء المنتخب منذ الدور الأول غريب أمر هذه الجامعة التي ما زالت وفية لاتخاذ قراراتها الثورية في الظلام الدامس وفي عقاب الليلي على غرار قرار ليلة البارحة والمتمثل في بلاغ تضمن قرار إقالة الناخب الوطني جلال القادري ومن معه على غرار علي بومنيجل وسليم بن عاشور مقابل تسمية كل من أنيس البوسعايدي ومنتصر لوحيشي للإشراف مؤقتا على تحضيرات المنتخب الوطني في انتظار الإعلان عن تركيبة لجنة تتكفل بمهمة اختيار الناخب الوطني الجديد ومن هنا يجوز التساؤل لماذا كل هذا الإصرار على البقاء في سدة حكم الكرة التونسية رغم أن الشارع الرياضي رفع شعار دجاج لهذه المنظومة آي سي مروان كيفاش تقبلت قرار عقاب الليالي البارح سيدي؟ تعيين منتصر الوحيشي وانيس البوسعيدي واعفية التقب الفني عقاب الليل ناس رقدنا ناس تهنينا تعشينا دوشنا ركحنا وبعد بعد جاء القرار عقاب الليل. انا بدي بيت كيفك سي صاحبي يظهر لي كل شيء تخدم ولا بالليل في تونس مانيش عارف انا عباد ماكله بعضها عباد فاد من الوضع اللي عايشته توا البلاد من جورة الكوره الحقيقه استغربت انا م... نحس نحسهم يستبلوا فينا كل واحد معناتها بالحق معناتها يلعبوا بينا كما يحبوا هما انت لا صاحبي اللي قعدت بها عمري لا في حتى ايكيب ناسيونال صحافي يسال في الجوارات في المطار مروحين ميم با ميم با يعتذروا يعتذروا للجماهير اللي قعدت تستنى فيها العباد متغشه العباد صايبه الدياره العباد صفرت هذيك نقطه استفهام اول حاجه نحب نفهمها خاطر هي جايه من ال... من البيرو اللي حتى جوار ما يعطي حتى ديكلاراسيون اسافوار شنو النية قاعدين يخططوا فيها اخي ولينا عيب باش للشعب التونسي إيش قال لك صحافي يجي يعطاك ميكرو وانا كنا ملعبيه تي طيب بالعكس خايبه امل كبيره يخرج باش تبردلهم على قلبهم الجمهور هذا يخرج اعتذر لأن باش تبدا تفهم الحكايه خاطر عليه هما كل مره يقول لك فما رب ورب الذره نافع نحن الخير اليوم ما ترشح ليش خلينا بصراحه خلي يظهر كل شيء على حقيقته خاطر احنا برشا حاجات ديما نتغموا بك الترشح ترشحنا قاعد هما بيدهم نفس الحكايه من 2014 و 2015 و 2016 ديما هما نفس الوجوه نفس تقول ليكيب ناسيونال عاملينهم خويا معناتها كما ماخذ فما جوانيت ماخذتها طلعوني ناسيونال. الشيء الصعاب مدلك في ليكيب ناسيونال الكل شوف الجاير شوف عبيد كيفاش تبكي اخر سرح ما قال لك شيء سرح قول رانا نحنا صحيح خيبة أمل كبيرة نعتذروا للشعب التونسي وقش على روح لا تحكي تكتيك لا تكنيك لا حتى شيء هذيك الساعة أول حاجة معناتها نفهمها وبالاختيارات هذوما يظل سي صاحبي صح يظل فما عباد حست روحها حست كوب الأفريق تعاين في فما عباد ماهيش قاعدة في البيرو تعين في في باحترامتنا ليه ما تصير له شيء ونسبه صاجي يا اخي شنو معناتها بسكتوا العباده انا نقول عن نقطه استفهام كبيره راهو الشعب فايق راهو في باله بكل شيء الكرة وراهو الناس الناس الكل واللي تفهم كوره واللي فيه خويا نحيوا رواحكم قبل ما تعينوا المدربين لصالح الشعب يطالب بالاستقاله الجماهير الرياضيه رفعت شعار ديكاش والمنظومه ما زالت تخطط للمستقبل ما هذا؟ صاحبي بون أه باش خذاو قرار اللي الاطار الفني كامل معقول مقبول باش تعين شكون ينو شكون يعوضهم توا تدبر شنو لونجاجمون اللي عندك انت عندك ماتش في الجوان في كوب دي موند في جوان معناتها انت مجبور باش تاخذ مدرب من هنا لجوان وشكون قال لك انت باش تقعد يا سيدي لنفترض انت باش تمشي جوسكو بو دو تون موندا فما موندا توفى في مارس فما انتخابات مش تكون مترشح مكسور باش تنجح لنفترض ما تنجح هي فاش قام تاخذ في التزام والا كان مش تاخذ التزام من توا فما سلطه الشرف راهو حتى المدرب كي مش تأخذ خاطر راهو سلطه الاشراف عندها دخل اسكو انت تقول لك معناتها شو فما استهتار استهتار ما فماش شكون ياخذ القرار مسيبه واحنا تعودنا دونك ما نستغرب هيش اما انا نحب نشوف الناس هذوما مع كم احتراماتي اليوم كاشخاص عن نحكيو على صفتهم كاشخاص مسؤولين على الكره نتاع تونس مازلت عندك كيف بعد اللي صار بعد اللي سمعته مازال عندك كيف انا ما نسميش لا كيف ولا غرام خاطر الكلام اللي تقال والشيء والضغط نتاع الشارع والغضب وهما راهو توا كلهم يفركسوا ويلوجوا كيفاش باش يدخلوا مش يرضيو مش يرضيو يا تاج توا الغايه نتاعهم كان يلقاو غدو يرجعوا الشامبيونا باش الناس تسكت لها شيء علاش قلت لك خير نحنا كي خرجنا وعلاش مستانسين بها هذيا هما كي يخرجوا ما ينجحوش هاو كان توا كل مره شنو تحبوا انتم نبدلوا نبدلوا انت باش يتلفوا هنا فمت... شو صاحبي ف... احنا مش نكونوا لازمنا نكونوا واقعيين في الحالات الكل في حالات الناس هذوما فما مارس انتي خبيت. انتي في الانتخابات. انت في عضو تعين بيه وتعزل بيه. خممتوا مثلا باش تعن وقتاش باش تعنوا على الجلسه نتاع الجلسه العامه باش الناس اللي ناويه باش ترشح تحضر روحها، باش الناس اللي عندها برامج، فماش فما جلسه لتنقيح القوانين، ها واش تحذروا تحضروا مثلا؟ خاطر لو مارس سي دون زام مواي دو سمان، شهر ونص. وفما اجال قانونيه تتعطى لتعيين الجلسه العامه اسكو خممتوش فيها عملتوش مثلا بيرو فيدرال على الشيء هذا خاطر هذا مش انتوما هذا من مشمولاتكم انتوما باش تعملوها لانكم راهو عندكم حد ادنى من بعده تولي السلوحيه نتاعكم منعدمه تحبوا ولا تكروا دونك ولذا اذا تحبوا تخدموا الرياضه التونسيه وكره قدم توصية, توصية وتتمت تسجل لكم على الاقل اعملوا حاجه تفيد يا صاحبي نرجع للكلام اللي بديته البارح وحكيتوا انا وياك وعاودتوا مش نزيد نعاودوا راهو سبب المشاكل نتاعنا هما انديتنا انديتنا اللي مش قاعدين يدافعوا على حقوقهم مش قاعدين الناس كل واحد يضرب على ضربوه وكل واحد ماذا بيه يقرب للمنظومه باش هو يبدا ساتيسفي والمنظومه خدمت بالناس الكل مشيت مع هذايا ومشيت مع هذايا وهذايا شيخ اليوم وهذاك الشيخ غدوه وهذاك الشيخ وان بلوس من هذايا الكل يا صاحبي كملت عملت الفتنه بين النوا... النوادي علاش النوادي ما تحكيوش مع بعض عمركش سمعت نهار برئيس نادي قعد مع رئيس نادي شربوا قهوه ولا رأس استدعى مستحيل تقولش علينا اعداء يا ولدي ما كناش سكره رأي الكره ما كانتش كانت فما ريفاليتي كبيره اما كان فما احترام كبير برشا كان فم فما احترام كبير هذا الكل فقدناه يا صاحبي اللي عملته الشابه مش يقعد تاريخ دارس. ودرس واللي موجودين تو ما حبوش يتعظوا الشابه في تنبك المكتب الجامعي وفي تنبك المنظومه والمنظومه والمنظومه دي تحكم بالجقال والعقال والمنظومه دي يدها طويلة على كل شيء والناس كل تعرف وحتى حاجه بتستعملها ضد المنظومه ما تتعدى كل شيء على جميع المستويات تقف والشابه قالت لا وتحدات ودافعت على حقها ومشيت للتاس وسخرت وخرست برشا فلوس ورئيسها دفع الفاتوره ودفع دفع الفاتوره ولا يو كوس وربحت وورات للناس اللي راكي تبدا متشبث بمبدا وتبدا تدافع على قضيه حقيقيه راك تنجح. صالح الرجوليه ما تباعش في ليغروس فاس اما ليه؟ المواقف ما تباعش في ليغروس عندك ولا ما عندك؟ شو عندك ولا ما عندك؟ انا يا صاحبي اللي غيظني لهنا ونتكلم بكل وجيعه. النوادي الكبيره اللي هي اللوكوموتيف تاع الكوره تاع تونس وينكم؟ ما فما حتى مبادره. علاش ما تبادروش توا؟ كرة قدم بريضه. بادروا واعطيوا ويلزمكم تبادروا وتعطيوه حلول وعندكم الحلول وفما رجال في تونس بالشام اما يلزم فما الجراه راه مش تقيد لكم اللي يعمل حاجه باهيه للرياضه وللكره القدم راه مش له كيما توا نذكر سيونس الشتالي الله يرحمه وزويتن وغيره وغيره من الناس اللي خدمت واعطت الكره وقدمت وصية لتوا نذكرهم كان بالخير علاش خاطر عملوا كان الباهي احنا قادرين الناس هذوما باش يعملوا الباهي يا سيدي قبل كانت المنظومه كنتوا تو ما فماش مش نكون خايفين يا على الاقل يا سيدي تونس الناس تجي وراكم راهو الناس تحب على انسان يصلح على انسان يهز الرياضه التونسيه ما نقولش كره قدم برك خاطر الرياضه الكل تو مريضه الرياضه الكل فيها مشاكل الجامعات الكل فيها هنا احنا الكل لونا ونعاود نقول سلطه الشراف عندها دور كبير وكبير باش يلعبوا ما نش طالبينكم باش تخطم باش تخالفوا القوانين نحبوا شيء يمشي بالقانون اما اللي اعطاه وضحى وتعب ونجح ندعموه ونقولوا له بارك الله فيكم شكرا على واللي واللي ما نحبش نقول هالكلمه واللي ما ما سعفوش الحظ ما كانش معاك الحظ يا سيدي ما نجحتش ما نقولش كلمه اخرى واضح يا اخويا خلي مكانك لغيرك راو ما يسالش اخرج وارجع خلي خلينا نشوف الناس توا سايي راو شو نقول لك حاجه جيبوش كوب دي مش نترسح الكوب دي موند نزوجي كوب ده الثقه انعدمت انعدمت واهم حاجه في اي حاجه كانت هي هو الثقه اذا عدمت الثقه والمستوى طاح راه زايد يا صاحبي باللي تعمل باللي تجيب باللي تقول راك ما عادش ترجع للمكانه اللي كنت طيب. عليها. عربي سنقريه علاش الناس الكل تقول لك انتهت الفصحى وانت مصر على التشبث بالكرسي في الجامعه التونسيه لكره قدم. ساقبل كل شيء اللي عنده باج وركيبة فارغه يهبط تصويرتي ويرجل اموره وياكل الخبز شاي خور يعني نستخدم تخدم صلي عني النبي وانا والله نحب لهم الخير يا اخوي سيبني المهم كل خبز حاجه الاولى سي صاحبي انا والله البارح ريتها في التيك توك ماك تعرف ما, ما نمنش التيك توك سخاله فدلك منتصر لوحيشي وبو سعيد عديت للي بعده نلقى صياد واحد قعد مركز مع الصياد كيفاش يصطاد في التيك توك في قمة الصباح الناس كلهم هبطت انا والله لا اللوم على سي سي بوسعاد وسي منصر لانه ملقا القاو في ياكلوه يا اخي فما شكون هي كلها هي محسوبه يا محسوبه اللي رانا وخير منهم كيف كيف وما احنا ديما عندنا استرسال نحو المدرب نخليو الاجواء نحو لين نوصلوا للعساس الباب بقدره ربي ل 2000 عندنا برنامج باهي كملوه هذايا من الناس هذايا 2027 علي العساس في باب الفيدراسيون ويرناه في الاخر يرينا يحط نحي وجوا حط وكملو كيك. شوف سي سي, سي صاحبي رانا كي قلنا راي الناس هذيا ما تحشمش شنو نعملوا نحن الراجل تسبو ما تعمل لهم تكلمهم راكم عملتوا راكم قديتوا الشعب يعلم به ربي بالله يا صاحبي الى فما واحد في الشارع يوقفني ويقول لي شنو هو المنتخب يا شنو نعمل له المنتخب انا راني فيه انا مسؤول عليه المنتخب يا خويا نحوهم نخش بيني انا واعد تراكس نحيهم يا ناس ما تفهمش ما تحبش تتنحى ناس تنحى وديع الجري ربي يفرج عليه ويرجعوا لصغيرته الناس هذه اللي بعده شكون مسؤول المسؤول الاول والاخير توا مش ما نكذبوش على بعض هو السيد وصف جليل لانه هو توا المسؤول على الجامعة السيد وصف جليل هو اللي خذا قرار نتاع تعيين سي منصر الوحيشي وسيسس لا لشيء لا الناس باش تتلهى بسي و... سي الوحيشي يناقشوا في البوسعايد الوحيشي وينساو الداء اللي هو المكتب الجامعي اللي مازال موجود تو ناس نورمالمون نهبط في المطار اخويا سلموا عليكم اخويا يزي ما عادش نجم اخويا راني ما نجحتش تبارا خير اخويا رئيس في في السجن و... وروحت من الدور الاول وبرشا كلامات وبرشا مشاكل في الجروب شو ما زلت قاعد كما قالك سي صالح عندك كيف انت ما زلت وصف جليل باش 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 تقد والله ايه انا سي صاحبي حاجه راني عمري ما نقص يد السارق قبل ما يسرق انا سي وصف جليل 8 25 اكتوبر انت لا تتحمل هو المسؤوليه قلت يزموا أخو قرارات ساعه ولن الدي ان كل تتفور يحط ناس محترمين وباش يعاود يصلح وشوفوا شنو هو المنتخب شنو يعاود يريقلو شنو هو اللي جاني يخلص الناس نشوفوا نقله نوعيه نشوفوا نيه طيبه باش نتاع تغيير فهمتني الراجل كيما خلاه وديع يتبع فيها معناتها مكمل هو اللي قرا كيما هو شنو اللي عمل هو بدل حاجه هاي سيدي نقول لكم انا حاجه خذا قرار باش يبدل الديانه دخلوا له قالوا له تحمل مسؤوليتك شد بلاصته اسكو هذا باش تعمل عليه ولا رئيس جامعه ما تنجمش سي وصف جليل سهله الحكايه وانت سي العربي ماك تعرف انا وياك كل يوم باتصال وانت يحكي شنو صار سي وصف في جليل فيدك حل البركة، انت تقول انا مع الدوله انت مع الدوله على خاطر خايف ربما ما عندك دوسيات سي وصف مع كامل الاحترامات ليك سي وديع كان هو رئيس الجامعه لكن انت را كنت تصحح في الشيكات اللي قرر فيهم السيد وديع الجري ومعاه كمين المال اللي كان يصحح انت بيدك راك متحمل مسؤوليتك راو انت بيدك راو يهمك اللي يهمك الشيء اللي وصلنا له ماهوش وحدك مش مع... معناتها تو باش كل شيء الوديع الجاري وانت قاعد تعمل لحدش نعوذو يتحملوا مسؤوليتهم ولذا سي وصف جليل انت ما تقول انا وطني وانا مع الدوله وانا مد يدي للدوله وانا نحب الكره تتقدم سهله ياسر القانون يقول غياب رئيس الجامعه استقاله النائب نتاعو وتقف الحكايه وخلي الدوله تتحمل مسؤوليتها مسؤول عليها انت الكره متكلف بها انت الكره قدم استقالتك لك ما ما تضيف شيء رقاع ضيع في الوقت للدوله رغم ان الدوله قاعده محترمه القانون الدوله قاعده محترمه الناس هذيا ومحترمه القانون وباش نقول لكم حاجه الصح وتذكروا كلامي وقلت لكش حاجه ونهار غلط اقسم بالله لما يندم كما ندم رئيس الجامعه رئيس الجامعة قل لهم توا نعطيكم مليارات الدنيا سيبوني نقصد ربي حتى الكورة ذي كتوري ولي ندوروش وهاو قل لك مش يند لأنه الناس ذي مش في كي تحكي تقول وصف جليل بوصيري بوجلال حسين جنيح موجو تسميهم حسن زين العشي راك تسميهم لعبيت تقول لك برا ربي معاك معاش يحبوا الناس هذين ما لا نحبوا ناس جديد انا نعرفهم من الزيد الشيء ولا انا منهم ولا انا نعرفهم ولا عندي بهم علاقه ما نعرفهمش مش شكون الناس هذين باي باي عندكم برشا راكم تخدموا ولذا سي صاحبي نقول لك حاجه الحل الوحيد هي استقاله الناس هذين للاسف علاش مكبش في الكرسي تعرف علاش مكبش النهارين يهربوا في الارشيف ماني قلت لك في كراذل بشويه بشويه يهزوا وسي العربي وانت سلت شكون وقال لك ايه رانا را ربما ينقلوا فيه ومش وما فيه كي نقول لك انا حاجه راني راهم قاعدين يكملوا في الماموريه وربما ما نعرفش شنو في الاخر ما نقول لك انا حاجه برك نقرا ما بين السطور سكوت الدوله ردوا بالكم راهو ما تقولوش راهو سكوت الدوله مصيبتنا على طرق ذراعنا واللي يعمل في قائمه واللي يجري واللي يعمل راو تحملوا مسؤوليتكم وانا نحمل مسؤولية اي حاجة تصير الكرة القدم التونسية ويلزموا يتحمل مسؤوليتها كل في كل شيء هو السيد وصف جلي لانه الاخرين ما عادش نحكي عليهم جملة لا لحظة ونرجع لحظه لحظه ونرجع خاطر الاولاد كلموني على فصل اشاري خلينا نقفل لنا فما مؤامرة ما نعرفش في بالكم بها ولا قاعدة تخطط في الظلام الدامس كيف القرارات اللي ياخذوا فيها في الظلام الدامس ما هذه المؤامرة المؤامرة فما است استف... فما استفزاز لسلطة الأشراف للدولة يحبوها ترغمها بس تدخل لا الدولة راهي ويعرفوا المخطط المعمول مع أطراف من الفيفا كومكوا ولا تدخل سياسي في الرياضة وتيح كل شيء في المال لا الدولة مسؤولة على روحها أنتم أعملوا وتعبوا التاريخ طوي حسبكم وفما أندية كما قال سي صالح نورمالمون تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه العصابة المصرة على تدمير كرة قدم التونسية إلى الأبد فاصل إشهاري ونرجع نحكيه